من اجل الوصول لاقصى درجات الاستمتاع اثناء مشاهدة مسلسلات نتفليكس، احب اقدم لكم ابتكار جديد من اختراعي انا شخصيا. الابتكار ده بيركب في النظارة بالشكل التالي. وفي اللحظة اللي بتيجوا فيها تفتحوا الحلقة اللي هتتفرجوا عليها، كل اللي عليكم تعملوه هو انكم تقفلوا عينكم دي وبالشكل ده ما بتشوفوش الثامبنيلز بتاعت الحلقات وما بتتحرقلكوش أي تفاصيل من تفاصيل المسلسل. مشاهدة سعيدة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في مراجعة جديدة من فيلم جامد والعمل اللي هنتكلم عنه النهاردة هو المسلسل الكوري سكويد جيم وأحداث المسلسل بتاعنا بتدور في كوريا وبتركز على بطلنا اللي مش هحاول أقول اسمه ولا اسم أي شخصية تانية في المسلسل وإزاي وضعه الاقتصادي الصعب بيقوده لقبول دعوة للاشتراك في لعبة واللعبة دي بتاعت بجوائز مادية سخية جدا للفائز ولكن أثناء اللعب بطلنا بيكتشف حقيقة مفاجئة وهي إن المنافسة المنافسات عبارة عن ألعاب أطفال كان بيلعبها وهو عيل صغير وبيكتشف كذلك حقيقة مفجعة وهي أن آه الفائز حيحصل على جائزة مالية كبيرة ولكن الخاسرين كلهم حيموتوا فيا ترى إيه اللي حيحصل سكويد جيم بكل تأكيد هو أكتر مسلسل الناس بتتكلم عليه في الوقت الحالي وفي طريقه أنه يكون أنجح مسلسل في تاريخ نتفليكس والأسباب جيدة جدا الخلطة التجارية بتاعت المسلسل ما فيهاش غلطة عندنا تشكيلة شخصيات مثيرة جدا للاهتمام بتجمع ما بين طبائع مختلفة وبتسحب من المشاهد كل أنواع العواطف في شخصيات هنحبها وفي شخصيات هنكرهها وفي شخصيات هنحبها من كتر ما هنكرهها عندنا كذلك المكون اللي كل الناس بتحبه الالعاب تقريبا في كل حلقه عندنا على الاقل لعبه في قواعد وفي فائزين وفي خاسرين عندنا لحظات كتيره جدا بنحبس فيها انفاسنا وعندنا تحولات وتقلبات في النتائج في اللحظات الاخيره عندنا شخصيات مرشحه للفوز وعندنا احصنه سوداء في العاب عضلات وفي العاب عقل في ناس بتكسب بشرف وفي ناس غشاشين الحقيقه انا اعتقد ان نتفليكس لو اصدرت مونتاج للالعاب بس اللي اتلعبت في المسلسل من غير سياق الدراما او خلفيات الشخصيات هيكون في نفس مستوى نجاح المسلسل نفسه، ولكن مسلسلنا مش خالي من الدراما، هو الحقيقه بيتكون من عدد كبير من القصص الجذابه، قصص كنت بهرش عشان عاوز اعرف هتخلص على ايه، خصوصا واني عارف ان الخطوط بتاعت القصص دي هتتلاقى، وما ينفعش كلهم يبقى عندهم نهايات سعيده، ده لو كان ينفع اصلا ان اي واحده فيهم يكون عندها نهايه سعيده، لان الاقرب للواقع هو ان كلهم يكون عندهم نهايات دمويه عنيفه، وده للاسف كذلك من المكونات المهمه جدا في خلطه نجاح المسلسل، العنف المفصل الصادم اللي بيصل في بعض الاحيان لامور مش كل المشاهدين يقدروا يستحملوها، واللي بيستخدم في بعض الاحيان لخدمه الدراما المؤلمه وفي احيان اخرى في سياق الكوميديا، للامانه مش كل مكونات المسلسل تجاريه في المقام الاول، مسلسلنا عنده تعليق حاد جدا على البناء الاقتصادي للمجتمع الكوري اللي هو بمنتهى البساطة بيعبر عن شكل الهرم الاقتصادي في العالم كله تعليق ممكن يكون سطحي مباشر وميلودرامي بزيادة ولكنه على كل حال بيخلق تواصل مع المشاهد لانه بيحترم ذكائه وبيسهل على شرائح كتيرة انهم يشوفوا نفسهم في شخصية واحدة على الاقل كذلك اقدر اقول ان المسلسل مدرسة في الاخراج الفني مسلسل سكويت جيم احداثه بتدور في مواقع واسعه وعملاقه، وبتجمع ما بين ما تم بنائه وما يتم استبداله بالمؤثرات البصريه بمنتهى المهاره، كل مره بشوف حاجه واقول لنفسي دي اكيد مؤثرات بصريه، مفيش لحظات ولاقيها في مركز الاحداث، او الاقي شخصيه بتمسكها او بتحركها او بتتعامل معاها بكل راحه، ده طبعا ما ينفيش امكانيه انها تكون شغل مؤثرات في الزوايا الاوسع، بس برضه تفضل استراتيجيه رائعه بت يدي للمشاهد احساس الواقع الملموس وده كله مجرد جانب واحد من تصميم الانتاج الجانب الاخر والاهم هو قد ايه كل حاجه شكلها رائع اختيار الالوان والتناسق ما بين الملابس والبيئه الاحساس العام بقد ايه الاجواء كلها طفوليه واللي بيقابلوا كميه العنف والموت اللي بيحصل في الاجواء دي والتلاعب البصري ده بيحتوي على تلاعب درامي لان اه في الصوره الكبيره للاحداث كل حاجة يمكن توقعها، خصوصاً مع المساعدات الجليلة بتاعت الثمنيلز بتاعت نتفليكس، بس على مستوى التفاصيل مش كل حاجة بتاخد السكة اللي احنا منتظرينها، زي على سبيل المثال اللي حصل في الحلقة الأخيرة والحلقة الثانية، والحلقة الثانية في تقديري الشخصي هي أعلى حلقة في المسلسل كله على مستوى النضج الدرامي، وآه أعلى حتى من الحلقة السادسة، وده على الرغم من إن الحلقة المفضلة عندي في الموسم كله لا هي الحلقة الثانية و... ولا السادسة حلقتي المفضلة في الموسم الأول من مسلسل سكويد جيم هي الحلقة السابعة أولا لأن كان فيها أجمد لعبة في تقديري الشخصي وثانيا لأن المسلسل كان شجاع في طريقة كشف بعض الأسرار فيها احداثنا بشكل عام مسيطر عليها بوكي كبير جدا من علامات الاستفهام في الأغلب بتحيط باللعبة وهوية الناس اللي بيديروها وعندنا شخصية محددة بتقود خط من الأحداث مهمته الرئيسية هي هي كشف الاسرار دي، لكن المسلسل فاهم كويس ايه اللي بيميزه، وايه هي الحاجات اللي بتهم المشاهد اكتر، لان ده مش واحد من المسلسلات والافلام اللي جودتها بتحددها قدرته على الاجابه على الاسئله، المسلسل ده جودته اللي بيحددها هي الالعاب والتطور بتاع الخطوط الدراميه، في الحقيقه انا مش من كبار المعجبين بالطريقه اللي جاوب بيها عن اسئلته، والطريقه اللي كنا بنتفسح بيها في وسط وسط هذا الغموض كان فيها نصيبها من الفجوات بس ما حسيتش انه من الحكمة التوقف عند الفجوات دي لان الحاجات المهمة فعلا كانت على درجة مرتفعة من الجودة تشكيلة شخصياتنا زي ما قلنا مثيرة جدا للاهتمام يعني عندنا سبع شخصيات انا عن نفسي اهتميت بيهم جدا والسبع شخصيات دول كلهم لاعبين الاداء التمثيلي عند الجميع تقريبا بلا مشاكل وفيه لحظات اداء رفيعة المستوى، لأنهم كانوا بيحاولوا يبيعوا لنا قرارات صعبة، يعني أنا لو حاولت أحكي لواحد ما شافش المسلسل بعض القرارات اللي اتخذتها بعض الشخصيات في آخر أربع حلقات، هيقول لي يا عم ده فيلم هندي، فأولاً هو مسلسل مش فيلم، ثانياً هو كوري مش هندي، أنتوا مش مركزين على فكرة، وثالثاً من الغريب أن مفيش ولا قرار من دول كان صعب على المشاهد أنه يقتنع بيه، وده دليل على جودة الأداء التمثيلي لدرجة لا يمكن الجدال معاها لو مسلسل سكويت جيم انتهى بيه الامر انه يكون فعلا انجح مسلسل في تاريخ نتفليكس فدي مكانه مستحقه جدا ده عمل درامي ممتاز بيتقدم فيه تجربه مجنونه شكلها مبهر وبتقود المشاهد عبر نطاق واسع من الاحاسيس وعلى الرغم من انه ولا احساس من دول كان ايجابي الواحد وهو بيتفرج ما كانش عارف يوقف انا وانا بتفرج على المسلسل ده كنت بحس بالقرف والجوع والنوم في نفس الوقت ومع ذلك ما كنتش بعرف هو وقف مشاهدة كذلك على عكس عدد كبير من الاراء اللي سمعتها انا اتضايقتش من النهاية اعتقدش ان كان في تقديم أفضل من كده لإمكانية مواسم مستقبلية تقييمي للموسم الأول من مسلسل سكويت جيم هو تسعة من عشرة برشحه بقوة لكل المشاهدين مع توضيح انه على الرغم من أن احداثه بتدور عن العاب اطفال فهو غير مناسب في المشاهدة للأطفال مناقشة الحلقة ما هو أفضل عمل درامي في رأيكم أحداثه كانت بالدور عن ألعاب ألعاب وليس رياضات ياريت تساهموا برأيكم في الكومنتس ألف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شير ولايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات أول باول تابعوني على فيسبوك تويتر ونيمو وإنستجرام وباي باي